لعبت ركلة الزاوية عالية طالع بالمرمى جول 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 نصراوي نصر للعبت نصر في المطاردة حمد الله يظهر هذه المرة. بالنسبة للتصريح اللي كان يبغى يخرج به حمد الله كان نعتقد بما بقاش غادي يخرج به لأنه هو بغي يلعب عاوتاني مع المنتخب ويبين بلاصته ويزيد القدام ماشي غادي يرجع الله. بخصوص اللاعب حمد الله هما كانوا مضايقات في المنتخب ولكن أنا في نظري المتواضع كان غادي يخرج بتصريح ولكن من بعد غيكونوا جاش اتصال من بعد عاد داك الشيء علاش غير الرأي ديالو وهذا هو رأيي المتواضع. هو تعرض للضغوطات قبل ما يلوح الفيديو لأنه هو صرح عما قارب غادي يلوح فيديو وما بقاش لاحو ما كنظنش يلوح الفيديو. كنشوفو مؤخرا ما تناداش على لاعب حمد الله وفي كل مره كنسمعوا ان حمد الله غيعيطوا عليه وهذه وما عمرهم عيطوا على عبد الرزاق حمد الله لاعب اللي متالق في جميع الدوريات تتالق ديما في الدوري السعودي في الدوري النرويجي في جميع الدوريات العالميه تالق فيهم وعمرهم عيطوا عليه المنتخب. كان وقع داك المشكل ومن بعد سمعنا حمد الله يخرج بالتصريح. حمد الله باقي لحد الان ما خرجش بالتصريح ما عرفناش علاش لحد الان حمد الله ما خرجش بالتصريح والمسفيون كاملين كيتسناو انك تخرج بالتصريح. وكنتمنى من اللي تحل المشكل ما بين حمد الله والجامعه. حمد الله لاعب كبير وهداف وحنايا خصنا في اصلا في المنتخب خصنا شي لاعب بحال حمد الله ما عندناش لحد الان في المنتخب. كنتمنى من حمد الله انه يتنادى عليه المنتخب راه دور كبير لهذا اللاعب لان خصه تعطى حقه امتى غتعطى حقه ولا ما تعطاش حقه. دابا كاين ضغوطات بزاف على حمد الله من نهار حمد الله كان في المنتخب فاش عيط عليه فينورا قبل كاس افريقيا كاينه ضغوطات عليه كبيره. علاش هذا اللاعب بالضبط هو اللي كيتلقى ضغوطات وانه لاعب اللي ديما كيماركي في الدوري السعودي هداف الدوري السعودي راه ماشي ساهله وهداف الدوري النرويجي وهداف الدوري المغربي وما عندناش بعدا شينا في البطوله الوطنيه بحالو في اللاعبين المحليين ولا اللاعبين الخليجيين. وكنظن ان ما غاديش يلوح الفيديو حيتاش كاين ضغوطات مع المسؤولين ما يقدرش يلوح الفيديو لان الا لاح الفيديو شحال ديال شحال من حاجه غتفرش فهمتي صافي هادشي اللي كيبان لي انا كنظن انا ما غيلوحش الفيديو. واو طبيعة الحال راه احسن تسعود راه لي ستاتستيك كيبينوا راه انا احسن بيوتور في العالم 41 هدف راه فات ميسي فات لعابه كبار. ومن الناحيه ديالي انا ما نظنش غيخرج بهذا التصريح كاع صفه نهائيه لحتاش غيلقى ضغوطات بزاف بزاف فهمتيني لحقاش ما شنقول لك داك السيد ظلم بزاف فهمتيني داك الشيء اللي داخل الداخل ديالو ما يقدرش يخرج به لحقاش وقت شوف داك الشيء والو اصلا فهمتيني ما على ما بان لي انا محاش باقي كاع قاعد علاش نظر من المحاله باقي شي من ناحيه انا داك السيد بحال شبع مابقاش كاع فهمتيني داك الشيء بزاف تخلوت كثير كيف المنتخب يعني ما يقدرش عليه هو واحد انسان اللي مع دياني فهمتيني ما عندوش ماكشي ديال السهرات شي شاكا بحال راك عارف كاع اللعابه الاخرين فهمتيني هو شنو نقول لك ما نضمنش خاش الصريح خاش داك الشيء يقدر يعرق ليه المسيره ديالو وان شاء الله يعني شي نهار يبغى يعتزل في المغرب هو يبغى يجي يلعب في المغرب يقدر يلقى دين ضغوطات من ناس اخرين ناس كبار انت على بالك كل شيء وداك السيد راه ما كاينش بحاله ما غلقاش بحاله في المغرب كامل احسن بيتو في العالم. بالنسبه لحمد الله انه خرج بهذاك التصريح قال لهم انا غادي نقول واحد الفيديو ولكن في الاخر ما بقاش صرح ممكن انه هو تقدر تكون الجامعه الوطنيه انها ضغطات عليه باش انه هو ما ياخذ باش انه ما يخرج باش يتصريح او شي حاجه هذه الفكره ديالي خو. بطبيعه الحال بانه كاينه بلاصتو في المنتخب لانه ما عندناش افاسونتر في المغرب من شحال هذه ما بقاش عندنا افاسونتر في المغرب مني مشى عبد الجليل هدا ما بقيناش شفنا شي افاسونتر مزيان في المغرب ربما انه حمد الله هو اللي عنده الاولويه يكون افاسونتر. الجمهور كيساندو مسفيو المغربي والسعودي والعرب كاملين كيساندو حمد الله وكنتمنى ليه مسيره موفقه ديال ليه في الحياه ديالو في المسيره ديالو الكرويه وكيبان ليا بانه هو ما غيدخلش لذاك الصراع فهمتي ما غيدخلش لذاك الصراع مع الجامعه ومع ناس كبار فهمتي راك عارف المغرب بزاف الحوايج انا بلا ما نشرح لك كل شيء عارف ولا الشعب كاملين عارفين هذا الشيء وكنتمنى لي مسيره موفقه في الحياه ديالو وشكرا.